السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوتشوان وان لتعلم الحساب الذهني هذا الفيديو سيكون فيديو قصير الهدف منه هو الإجابة على عدد على إحدى التعليقات حيث كنت نزلت في, في الفيديوهات السابقة حول حول تمثيل الأعداد في المعداد سوربان وأتاني في التعليق كيف أمثل العدد عشرة في المعداد كما تلاحظون على الشاشة هذا هو المعداد صوربا هنا ماذا نلاحظ أن الخرزات غير ناشطة عندما تكون الخرزات غير نشطة أي هذا الفاصل الفاصل بين الخرزات السفلية والعلوية أو كما يسميه البعض بالفاصلة عندما تكون الخرزات غير ملتصقة بهذه الفاصلة فهذا يمثل صفر كما هو مكتوب هنا لدينا في الأسفل مثلا هنا في محور الوحدات، قلنا نستطيع تمثيل العدد من واحد إلى تسعة. عندما أنشط الخرزة واحد، هنا نقرأ فقط واحد. اثنان، ثلاثة، أربعة، كما شرحت سابقا، فقط لكي أوضح للأخت كيفية تمثيل العدد عشرة. هنا أربعة لتنشيط الخرزة خمسة، كما قلنا سابقا أن الخرزة العلوية وحدها تمثل خمسة. نعطل الخرزات السفلية ثم ننشط الخرزة العلوية خمسة بهذا الشكل ستة سبعة ثمانية تسعة مزيان لحدود العدد تسعة مفهوم الآن كيف أنتقل إلى تمثيل العدد عشرة كما ذكرنا سابقا أو كما هو معروف في الحساب أن العدد عشرة يكتب صفر في الوحدات واحد في العشرات مزيان المحور الأول هنا أو العمود الأول يمثل لنا الوحدات يعني في عمود الوحدات سأمثل صفر هذا كانت تسعة هنا لكي أمثل صفر أعطل الخرزات كلها لكي أمثل العدد صفر هنا في الوحدات قلنا العدد عشرة يكتب صفر في الوحدات وواحد في العشرات على هذا الشكل لاحظي هنا أسفل, أسفل الشاشة عفوا لدينا مكتوب العدد صفر في الوحدات واحد في العشرات ويقرأ العدد عشرة يعني كيف أمثل صفر لا انشط اي خرزه نفس الشيء بالنسبه للعدد 100 كيف يكتب مثلا العدد 100 تكتب صفر في الوحدات يعني هنا في محور الوحدات لن نمثل اي شيء سنتركه صفر في محور العشرات صفر وفي محور المئات انشط واحد واقرا العدد 100 لاحظي هنا اختي في اسفل الشاشه لدينا صفر صفر واحد وتقرا العدد 100 كذلك مثلا تمثيل العدد أربعمائة وتسعة كيف يكتب العدد أربعمائة وتسعة تكتب تسعة في الوحدات صفر في العشرات وأربعة في المئات من أين أبدأ لدي العدد يتكون من ثلاثة أرقام يعني سأمثل العدد في ثلاثة أعمدة نبدأ بعمود المئات أربعمائة وتسعة كيف تكتب أربعمائة وأربعمائة وتسعة يعني نشتغل على ثلاثة أعمدة العمو عمود العشرات نمثل فيه صفر والصفر يمثل على هذا الشكل أي الخرزات غير نشيطة عندما تكون الخرزة السفلية نازلة والخرزة العلوية يعني غير ملتصقات بالفاصل أو القطعة الفاصلة أو الفاصل بين الخرزة السفلية والعلوية يقرأ صفر لاحظي معي اختي في المعداد هنا نقرا العدد صفر لاحظي في اسفل الشاشه هذا المعداد ممثل في يعني الخرزات غير نشيطه الخرزات السفليه والعلويه غير نشيطه هنا نقرا العدد صفر اي ان الفا القطعه الفاصله او الفاصل لا تلتصق به اي خرزه فهذه هي الحاله صفر اتمنى ان تكوني قد فهمتي كيفية تمثيل العدد صفر في المعداد وإن كان لديكم أي تساؤل بخصوص دروس الحساب الذهني المرجو أن تتركوا لي أسئلتكم أسفل هذا الفيديو لكي أخصص لكي أجيب هكذا على شكل فيديوهات قصيرة على أسئلتكم وهكذا حتى تثبتوا الفهم إن شاء الله موعدنا إن شاء الله في الفيديوهات القادمة لا تنسوا, لا تنسوا مشاركة الفيديوهات مع أصدقائكم لتعم الفائدة دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته